السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع متخصص في مواقع الذكاء الاصطناعي، هو عبارة عن دليل في كل موقع الذكاء الاصطناعي بيجدد يوميا، لأن كل يوم بيطلع مواقع ذكاء اصطناعي جديدة. في مثلا لو انت عايز تحول التكست لصوت اهوت، لو انت عايز كوبي رايت موجود، لو انت عايز حاجة تعمل تعديلات على الصور موجود، في حاجات مثلا لو كود بأقل قدر من الكود يعمل لك برامج، في انه كود من غير ما تكتب كود تقدر تعمل تطبيقات قوية بالشكل دوت. فهو بيبدأ يفلتر لك المواقع اللي انت عايزها بحيث تشوف ايه الموقع اللي انت ممكن يفيدك. ممكن تكون شغال في مجال معين فتستخدم الذكاء الاصطناعي دوت في ان انت توفر الوقت، او ان انت تعمل الحاجة اللي انت عايزها في وقت اقل، فبالتالي تاخد شغل اكتر، فبالتالي ده يكون مصدر لزيادة الدخل. ممكن مثلا تكون انت شغال في الفيديو ايديتنج، فتلاقي تولز بدل ما انت بتاخد وقت كتير على ما تعمل حاجة، هو يوفر لك الوقت ده للعشرة مثلا، فبدل ما بتعمل فيديو واحد تقدر تعمل 10 فيديوهات. فالموقع ده ناس كتير استفادت منه ان هي حققت فلوس من خلال انها قدرت توفر الوقت. فبص كده ودور في المواقع وشوف اي موقع ممكن يفيدك.